هذا ووقعت الجزائر وتونس الثلاثاء على ورقة طريق تتضمن استراتيجية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية. مراسم التوقيع أشرف عليها وزير الداخلية للبلدين في اختتام الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الاستراتيجية، تتضمن دعم الجهود المشتركة من أجل الاستجابة الناجعة للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية وعلى الصعيدين الإقليمي والقاري. وفي كلمة ألقاها في جلسة اختتام أشغال الدورة، وصف وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مخرجاتها بالواقعية والاستشرافية، خاصة في مجال مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدي للآفات المهددة لمقومات السلم والتنمية. من باب فك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية، اقترح واليي تبسة والقصرين إعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين، والذي كان مستغلا في وقت سابق، وكذا إعادة إحياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة. التعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة. المخرجات لهذا الاجتماع كانت كافية وكانت على الأقل مقنعة للكثير من السادة الولاد. لابد علينا أن ننظر إلى المحاذير وخاصة الأزمات المفتعلة التي تحاول بعض الجهات على الأقل أن تفتعلها في جنوب الصحراء الأفريقية والساحل الأفريقي، ويجب علينا في هذه الحالة أن نكون سباقين من أجل مد اليد إلى إخوتنا الأفارقة وجعل هذا الموضوع ارتداديا على من أثاره دون أن نتأثر نحن بالآثار السلبية ونبقوا مشتكين وبكيين.